لا يعرف البحر شيئا عن حروب البشر، لكن هدوءه الظاهري وجماله كان مسرحا لحروب أشد ضراوة. الحرب العالمية الثانية، وهي النزاع الأكبر في القرن العشرين، كانت لها عواقبها: مدن مدمرة، حقول متضررة من الخنادق والمدافع، وخردة حربية متراكمة في أعماق المحيط. في أستراليا في المحيط الهندي يمكننا إيجاد نيفي بير. كانت خلال الحرب العالمية الثانية مرفأ استراتيجيا للبحرية الأمريكية، وأدت في الستينيات إلى نشوء منطقة إكس ماوث الساحلية الصغيرة، حين غادر الجيش القاعدة العسكرية تاركا خلفه محطة إذاعية للغواصات. أصبح قار نيفي بير أحد أروع الصخور المرجانية في هذه القارة الجزيرة. أستراليا بلاد مدهشة بأبعادها، بصحاريها اللامتناهية، وبشكل رئيسي بحيواناتها المدهشة. يقل عدد السكان في الساحل الغربي باستثناء بعض التجمعات الصغيرة. المدينة الأقرب إلى نيفي بير هي بيرث على بعد 500 كيلومتر. وفي هذه الأماكن التي يقل فيها السكان تتغير المعالم بالمباني البشرية. كما هو الحال في نيفي بير، القاعدة العسكرية القديمة هي أحد أهم مراكز الغطس في غرب أستراليا. تصدر الحكومة الأسترالية سنويا تفويضا لمراكز الغطس يسمح لها باستثمار مرافقها. بعد المياه عن المدن والمراكز الأخرى يسمح لها بالبقاء نقية ونظيفة وغير خاضعة لارتفاع الحرارة الذي يؤدي في أماكن أخرى من العالم إلى تكون الصخور المرجانية. الاهتمام بالمحافظة على هذا النظام البيئي الهش يفرض وضع أنظمة مشددة فيما يتعلق بالوصول إليها. نيفي بير تنتظر تحت الماء. تستقبل أساسات القاعدة العسكرية القديمة تيارات المحيط القوية دائمة الذهاب والإياب، وتحمل المياه مواد مغذية غير محدودة تعلق في النسيج العنكبوتي للهيكل الحديدي، وتتكاثر الحياة. ليس سمك القرش الأبيض سيد هذه الأعماق ولا السبيدج، بل المرجان. هذا المرجان يأخذ من البحر كربونات الكالسيوم التي يحتاجها لتنمية هيكله العظمي. نموه بطيء لكنه مستمر، وحين يلتقي المرجان بالمعدن صدفة يحصل على كربونات الكالسيوم من نوع أبسط، فيتسارع نموه ويعتلي المعدن ويغطيه. في هذه المتاهة من المرجان يعتبر سمك القرش ذو الرأس الأبيض أكثر خطرا من الآلة العسكرية القديمة. يحدث التناقض تحت الماء إذ تؤدي النفايات إلى تكاثر الحياة، لكن ليس أي نوع من النفايات.
المرجان الذي يبدو أنه يلتهم كل شيء هو نظام بيئي شديد الهشاشة. التلوث والصيد المؤذي وارتفاع الحرارة العالمي سببوا تراجع العديد من الأرصفة المرجانية. ومن أجل مقاومة هذا التدهور تقوم بعض الحكومات ومن بينها حكومة جزر المالديف برمي أكوام من الخردة الحديدية في البحر، فيغطي المرجان المحتضر المعدن شيئا فشيئا. والمواد المغذية التي كان التيار يجرفها تتركز الآن في هيكله العظمي. بإمكان الأسماك أن تتغذى وتتجنب المفترسين وتخبئ بيضها فيه، ويصبح المرجان مركزا للحياة. يبدو وكأن أعمدة إيفي بير تثبت سطح المياه. أسبيج هو الساكن الملازم للمرجان، إذ يتمازج جلده بشكل مثالي مع محيطه، لكن تنكره يبقى ناقصا. فرغم قوة لوامسه وتمويهه المثالي، يبقى أسبيج حيوانا لا يتصف بالشجاعة. يتفاعل البحر والإنسان منذ قرون، لكن المحيط يخبئ في أعماقه ثروات لم يكن بالإمكان اكتشافها إلا مع التكنولوجيا الحديثة. أنواع صغيرة ومنها رخويات بلا أصداف بالكاد يصلها الضوء. حين نفكر بالبحر نختزله إلى الأسماك والثدييات والقشريات والرخويات، لكن أنواعا جديدة من الحيوانات اللزجة والرخويات تكتشف باستمرار. وبالرغم من ألوانها وأشكالها المميزة لا يذكرها إلا قلة من الغطاسين. أحيانا يكون التيار قويا جدا بحيث تصعب السباحة ضده، وأحيانا أخرى تكون السباحة مع التيار هي أفضل طريقة للتحرك بدون استهلاك للطاقة. تسبح آلاف الأسماك في الاتجاه نفسه، كلها تنعطف في وقت واحد باتجاه معين ثم باتجاه آخر بقدرة الله، وكأن هناك قوة جماعية تقودها. تتناسق آلاف الكائنات الحية في شكل معين وتتحرك وكأنها كائن واحد. تقبل معا إلى الطعام وتبحث معا عن أماكن تضع فيها بيضها. بعد الكائن الحي يأتي الكائن الأفضل، إنه جسم عملاق مؤلف من وحدات مستقلة وضمير جماعي، صنع الخالق جل وعلا. Thank you.
تقدم أسراب الأسماك هذه حماية أفضل للأفراد في مواجهة المفترسين، وتخفض أعمال الدفاع إمكانية الإمساك بها. تبدو أسراب السمك بالنسبة للغطاس كتلة كثيفة أشبه ببحر داخل بحر. بعضها تفضل الوحدة ولا تشعر بالخوف، ويمكن لكاميرا الغطاس أن تشق طريقها بالدعابة إذا اقتضى الأمر. البعض الآخر أقل خوفا وأكثر جسارة ويتوقف لأخذ صورة، أفرادا كسمكة المهرج أو جماعات، والبعض الآخر يتميز بالفضول. معظم نزلاء هذه الصخور يفضلون عدم لفت الأنظار، وسمك الضفدع اختصاصي في ذلك. الحياة في المحيط عموما ترى ولا يراها الآخرون، قد تبدو سمكة الصندوق صغيرة، لكنها بالنسبة لفريستها عملاق ضخم أشبه بسمكة المارو. أكثر ما يدهش لدى سمكة المارو ليس حجمها ولا حركاتها الثقيلة، بل جهازها التناسلي. سمكة المارو خنثى تخصب وتخصب، وفي المعركة من أجل بقاء النوع في حال موت أحد أفرادها، تحرص سمكة المارو على استمرار العائلة من خلال آخر. لطالما تساءلنا لماذا ترضى الأسماك الكبيرة بالاقتراب من الأسماك الصغيرة التي تبدو أقرب إلى الفريسة منها إلى رفيقة السفر. إنها أسماك الزامور، وهي تقدم للمارو خدمات تنظيف وتحتمي بها بالمقابل، وتحصل على نفاياتها بدون جهد. الحصول على الطعام هو المهمة الرئيسية في مملكة الحيوان، لكن تناول الطعام ليس دائما عملا مستقرا ومرهقا. يحمل التيار المواد المغذية التي تحتاج إليها إلى أفواهها مباشرة. Thank you.
قد يحولنا البحث عن الطعام إلى طعام للآخرين. التمويه هو أحد أنظمة الدفاع الأكثر شيوعا، لكنه لا يقتصر على تمازج الجلد مع محيطه، إذ لابد أيضا من البقاء بلا حراك. لكن سمكة الضفدع تخرق من حين إلى آخر جمود هذا التمويه الآمن كي تحصل على الطعام. يعتبر سبيدج زعيم التمويه في نيفي بير وفي الصخور المرجانية الأخرى. لكن أعداءه يعرفون حيله. إنه أكبر من أن يتمكن سمك المارو أو سمك الحطام من التهامه. لكن أطراف لوامسه وجبة رائعة نادرا ما تستطيع الأسماك مقاومتها. ولهذا يخفي سبيدج دائما أطراف لوامسه تحت جسمه أو بين الصخور. حين نغطس بين عارضات نيفي بير لا يسعنا سوى التفكير بأن هذا الحديد العملاق الذي ضاع في الظلمات الهائلة يمنح البحر شكلا ما. ليس الحجم واللون والشكل أدوات تعرف بها الأسماك عن نفسها وحسب، بل هي أيضا وبدرجات متفاوتة ديناميكية هوائية للتحرك في المياه أو للوصول إلى فجوات عميقة يختبئ فيها الطعام. وبفضل جسمها يمكن لسمكة البوق أن تدخل نفسها في أشكال مرجانية غير عادية. في أشكال بسيطة جدا مثل عصا المظلة أو مزخرفة كالشعيرات الطويلة لدى سمكة الفراشة. لا يتسنى لنا دائما رؤيتها صاحية، لكن حين تفعل ذلك جمالها أخذ. هناك عشرات الأنواع من أسماك القرش،
ومعظم الأذى الذي يلحق بالناس تتسبب به أسماك القرش الوديعة ظاهريا حين يضايقها أحد السابحين. أما سمك القرش الأبيض الرأس فلا يتصرف بعدائية حتى في تلك الحالة. سمك المارو يتابع عمله. يهمل سبيدج طرف إحدى لوامسه فيهاجمه المارو. يخبئ سبيدج الجريح طرف لوامسه الثمانية داخل الصخور المرجانية، وتؤمن له الصخور إضافة إلى الحماية طعاما لجسمه المعقد ذي الثلاثة قلوب. تعتبر سمكة الأسد رغم جمالها الظاهر أحد أكثر المفترسين البحريين فعالية. زينة ظهرها وبطنها وزعانفها ليست مجرد زخرفة، بل أشواك طويلة أشبه بإبر تحت الجلد تحقن بها ضحاياها بسم قوي يشلها قبل أن تلتهمها. رغم أن سمها ليس قاتلا للبشر إلا أنه مؤلم جدا، ولهذا تحمل أسماء وألقابا مرهبة كسمكة الأسد وسمكة التنين وسمك العقرب. اعتقد علماء الأحياء طوال عقود أن أسماك القرش يجب أن تتحرك لتتنفس، وأنها إن لم تتحرك تموت، لكن كاميرا الغطاسين ناقضت العلماء، وكوستو كان الأول. لا تحتاج أسماك القرش للحركة إن حرك التيار المياه بقربها. سمك التمساح رغم اسمه المخيف هو مبدع آخر في مجال التمويه. وضعه أكثر تعقيدا لأنه قد يصل إلى طول كبير جدا، لذا لا يكفي أن يندمج مع الصخور أو المرجان، بل مع قاع البحر أيضا. هذه الأعماق لا تقدر قيمة الصمت بالاستماع، بل بالمراقبة.
إنها لغة أخرى هادئة لكن غنية، لغة الحركة، لغة معرفة متى تبقى السمكة بلا حراك لأنها تراقب ضحيتها أو لأنها ترتاح أو لأن تظاهرها بالإهمال هو جزء من استراتيجيتها، كما هو حال سمكة ووبيغون. هذا الجمود وهذا الشعور بأنها تنتظر إلى ما لا نهاية ينتهي بالتأثير على إيقاعنا وعلى حوافزنا. حركاتها ليست سريعة ولا بطيئة، بل كما ينبغي وحسب. المجد الطبيعية بكل ألوان الحياة. وفرة الحياة في المرجان هي وفرة العيون التي تراقب وتتجسس، وليست الكاميرا سوى عين ضخمة أخرى تراقب باندهاش وتراقب من الأسماك بالطريقة عينها، كما لو كان لكتلة المرجان أعين. بالنسبة لأسماك أخرى لابد من الحركة المستمرة من أجل البقاء. يتنفس سمك الشيق من فمه، وحين يبدو أنه يصرخ أو يهجم على الأسماك الصغيرة يكون في الواقع يتنفس وحسب. نعود ونجد سبيدج مرارا وتكرارا، إنه وحيد دائما إلا عند التزاوج. فور أن تضع الأنثى البيضة حتى يكرس سبيدج نفسه تماما للعناية بها، لن يأكل بعد الآن وسيموت. قد تلتهم الأنثى الذكر بعد التزاوج حتى لا تموت جوعا إلى أن تجهز العائلة. يجتاز سمك الناب الأعماق المرجانية بحثا عن كنوز الطعام الصلب المذخر له، وهو الوحيد الذي يملك في حلقومه آلية يقطع بواسطتها الطعام ويستخرجه. أسنانه فائقة الصلابة تسمح له باقتطاع أجزاء من جدار المرجان. تؤوي
الصخور تشكيلة كبيرة من أسماك الكرة، مظهرها المحبب وغريزة نفخ نفسها حين تشعر بالخطر يجعلان منها جاذبا رئيسيا للغطاسين. بقي علماء الأحياء يستفزونها لسنوات، لكنهم لاحظوا أنها لا تنفخ نفسها إلا حين تشعر أنها مهددة جدا، وقد يتسبب لها الإجهاد الزائد بجلطة. يفقد الضوء من شدته كلما نزلنا مترا، لكن الألوان تبقى رغم ذلك غنية ورائعة. الألوان والأشكال والحركة هي لغة الأعماق الغنية والهادية. إنها بالنسبة لنا ألوان جميلة وحسب، لكنها بالنسبة للأسماك دستور للأنواع وأنماط السلوك، وفي حالات كثيرة إنذار بوجود مفترسين سامين. تقدم حياة الأعماق في جزء منها وجها عدائيا مختلفا جدا عن حوض أسماكنا المنير والملون، لكن لهذا السبب بالتحديد ولأنه يستحيل علينا أن نراها في منازلنا، نتأثر حين نغطس بمحاذاة سمك الضفدع الذي لولا صغر حجمه لذكر الكثيرين بوحوش الأساطير ومخلوقات الكوابيس المنفية إلى ظلمة الأعماق المنفية للتمازج مع المرجان والقاع. أول ما يتعلمه الغطاسون هو أن ينسوا كل ما سبق أن تعلموه، وأن لا يفكروا تحت الماء كما كانوا يفكرون على الأرض. جعل الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات أكثر تمسكا ومعرفة بأنماط الحياة. الليل والنهار إيقاعهما الخاص حتى في هذه الأعماق. بعض الأسماك يختبئ وبعضها الآخر ينهض بأشكال فريدة تلمع تحت أضواء مراكزنا الاصطناعية القوية.
في ليل نيفي بير الدامس نلتقي أيضا سمكة حبار تشعر بالأرق. لا تبدو سمكة السلور مختلفة جدا عن سمك البور في أحواضنا. وهناك عشرات الأنواع التي سبق أن رأيناها في أحواض منازلنا. وسمك الشيق هو في الليل كما في النهار بمظهره الشرس وصراخه الذي لا يكل. محار عسكري البحر يكرس معظم وقته للنظافة معتمدا على حماية صدفته. قلما نجد حيوانات في الطبيعة ليس لها من يفترسها. ببغاء البحر يكسر صدفة السرطان البحري وهيكله العظمي. إنه لا يفوت فرصة للتمتع بلقمة لذيذة حتى ليلا. لا يتوقف النشاط في الأعماق ولا تتوقف التيارات هي الأخرى، لكن يبدو أن الحيوانات المائية أيضا تأخذ الأمور بهدوء في الليل كما لو كانت تستعد للنوم. قاطعنا استراحة سمكة لياء صغيرة مرققة. إنها تدرسنا أولا لتعرف نوايانا، ثم تحاول أن تغطي بالرمل ألوانها المبهرجة. وأخيرا تنسحب ضجرة. انتهى التصوير في نيفي بير.
لكننا لا نريد ترك هذا المكان قبل أن نسبح قرب سمكة اللياء الضخمة. كانت بعض المفاجآت بانتظارنا حتى قبل أن نرتدي بالزاتنا. ولم تكن كلها خطرة. ابتعدنا 50 ميلا عن نيفي بير باتجاه صخور لينغالو التي يبلغ طولها 280 مترا وتعتبر أكبر الصخور المرجانية في غرب أستراليا، وتنبع شهرتها من كونها ملجأ لسمك القرش العملاق. مع بالذات الغطس ثقيلة الوزن ننسى أحيانا قوة التيار. بقينا معلقين كشيء لا يتحرك، لكن سرعان ما نتذكر ثانية مكان وجودنا والقوات التي تحيط بنا. حين كنا ننتظر سمكة اللياء الضخمة لفتت الأعشاب البحرية ونجوم البحر العملاقة أنظارنا. وأسماك برين الصغيرة والمحببة بالطبع. من الصعب تصور هدف مغامرة كهذه. كنا نظن أنه يكفي أن تفتح الأسماك أفواهها لتتغذى في هذه الأعماق الغنية، لكن النشاط جنوني، كما لو كانت الأعماق شوارع مدينة كبيرة تعج بآلاف الأشخاص الذين يجرون وهم مستعجلين ويصلون دائما متأخرين. باستثناء أسماك بليني التي لم تقرر التباهي بعد. من المدهش في هذا العالم من الاتصالات البدائية أن يتمكن سربون من الأسماك الصغيرة من السباق.